شاركت معكم التخفيضات ديال رمضان. اليوم اختي داري لكم التخفيضات ديال العيد ديال الحلويات. انت اختي الكاوكاو، شوفوا لي الكاوكاو كيلو يا البنات ديال الكاوكاو غيبقى لكم 2 أورو و99 هنايا في اش ماركت. اليوم جبت لك اختي الواجد، هانتي اختي محجبات معمرين مقادين مطيبين، هادو البنات محاجب داير لهم غير 2 أورو و49. هما اختي واجدين وحلال، كلشي البنات عندهم حلال. الملوي شوفي لي اختي الملوي، هانتي اختي الملوي حلال 5. البنات اللي خدامات الله يحسن العوال، اللي مريضه ما تسقطش اختي طيب، ها هو كلشي اختي واجد هنايا في اش ماركت. اول مره كنلقاه هنايا في اش ماركت هذا الكسكس، هذا ديال المغرب لا مارك ديال اش ماركت البنات، هذا 99 سنتيم ل 500 غرام. من بعد هذا ديال داري بون حاطين لكم هذا 500 غرام رقيق البنات، استعملوه بزاف هاد الوقيته ديال رمضان. هاد الخبيزات هادو ديال التورتيا، هادو ديال لي ساندويتش، الثمن ديالهم غير 99 سنتيم 99 سنتيم وحلال البنات، عندهم المكازا فيها كلشي حلال. بارطاجي معكم دائما هنايا في اش ماركت، فين ما كنجي ما كنلقاش هذه الحريره، هذه حريره مغربيه جابوها لكم اختي اليوم. هذه اختي راه شنو نقول لكم، فرمشه العين ها هي واجده، اللي اختي خدامه واللي ما عندهاش الوقت باش طيب الحريره ها هي اختي جات لك واجده. وهذه اختي الشوربه، هذه الشوربه راه حلال البنات، انغو 19 يعني اورو 19 انغو 19. جبني بزاف هذا الموديل، هذا ديري فيه اختي واحد ديري فيه التقاوت وواحد ديري فيه بحال هكا يعني السلو، كيجيو زوينين البنات، كيجيو جوج على هذا الشكل هذا الشوم غزالين. وكاين حتى الطويجنات ديالهم، اللي بغيتو حتى الطويجنات ديالهم شوفوا لي الشكل ديالهم كيفاش كيجي. هذه هي التقضيه ديالتي من اش ماركت البنات، خديت الكوكاو اللي غيبقى لكم غير بجوج اورو وشي حاجه، يعني الثمن ديالو راه فريمون ارخيص البنات. وكيلو خذوا اختي الحلويات، ها هما اختي الزيت اختي راه شنو نقول لكم، راه الثمن ديالو البنات اورو 29، راه ما عطيتكمش شي بلاصه اخرى. هادو هما الشريات ديالكم اسماء اليوم من اش ماركت. كنبغي دائما نشارك معكم هذا الشيء، يعني حتى انا راه كنتقضى، يعني انا كنستافد كنفيدكم نتوما وكنستافد حتى انا. كلية الثمن ديالها شحال؟ 1.49 الكيلو. عرفتوا البنات جديده زوينه لي صالاد اختي، يعني هاد لي صالاد هما اللي كينفعونا اختي فهاد رمضان هذا اختي. واعره واعره شوفوا البنات، عرفتوا الناس كيديو منها اورو 49 الكيلو. اللي كيعجبني عند اش ماركت عنده الرخا، شوفوا لي اختي الزيت، الزيت يا البنات كناخذو غير من هنايا من اش ماركت 1.29 اورو البنات، يعني فريمون الثمن ديالو راه رخيص. ها هما اختي حاطين وحاطين كميه كبيره. السلام عليكم الاخوات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا لاش ماركت واخيرا جوله في اش ماركت. بزاف البنات اللي هاد الايامات عافاك اسماء سلينا لاش ماركت، صوري لنا ايوا اختي ها انتم ها الاش اش ماركت وها لي بروموسيون ديالو. المهم البنات ما صورتش لكم على برا، كاين واحد الشتي وتبارك الله اليوم ما شاء الله. يلا اختي صبات، انا ملي خرجت كانت ما كانتش شميشه، عزت شويه ويا الدش الله يعطينا على قد النفع. مول البنات هنايا كما كتشوفوا لا بروموسيون يعني مختلفه على اللي كنت صورت لكم المره اللي فاتت. انا هز اختي الشاريو ديالي غادي ناخذ، انا بون بغيت شي حاجه هكا لقيت شي حاجه خاصني غادي ناخذها حيت يلاه مقديه ماشي بزاف. مول البنات هنايا غادي ندير لكم بالكوكاو، بالنسبه للكوكاو 3.99 أورو، لا 2.99 أورو البنات باقي 2.99 الكوكاو فيه كيلو. اللي بغات اختي تصايب الحلويات، انا البنات هاد الفيديوهات كنقرب لكم اشنو كاين، والله بغيتكم زعما صراحه بغيتكم كاملين تشجعوني يعني، وكل شويه ديال الدعم مع هاد الفيديوهات هادو راه ماشي ساهلين. انا اختي راه صايمه وخارجه اختي كنصور لكم يعني باش نوصل لكم يعني الجديد وشنو كاين والهميزات. ايوا الله يقدرنا، هذه خدمه كتبقى خدمه على الناس راه كنقولها لكم دائما، ولكن يعني اش نقول لكم بالنسبه لهاد الفيديوهات هادو يعني بعض المرات كي الفيديو كيتشاف عند الناس يعني كيكون فيه بزاف ديال التفاعل، وبعض المرات كيكون ما فيش تفاعل. التفاعل ديالكم هو اختي خصكم ديروا لي جيم لي لايك. المهم كي درتوا مع رمضان قد عليكم ولا قديتوا عليه قولوا لي اسماء قادين عليه عقدي الغرض انت ورينا هذا الشيء اللي كاين. هانتوما البنات هادو الكوكاو كيلو، هذا الكوكاو كيلو البنات بالقشور ديالو 2.99 أورو. غادي نديروا الله يا دابا اللوز 3.99 أورو فيه 400 غرام 300 غرام فيه بزاف الانواع البنات. بالنسبه لهنايا الزبيب هذا فيها البنات 700 غرام 5.49 أورو. الابيض ماشي الاحمر، الاحمر تيكون شويه رخيص، هذا راه ابيض والحبه راه كتكون كبيره الشرب راه حبه كبيره 5.49 أورو. هنايا كاين هذا الكوكاو اللي ماشي كوكاو، هذا اللوز، هذا اللوز كيجي هكا يعني مهرمش على هذا الشكل 6.49 أورو فيه 700 غرام فيه 700 غرام. هنا يا اختي الطون، بالنسبه لاختي الطون والله الا كينفع والله الا نفعني انايا تفضلي. واحد عليكم السلام خالتي، واحد السيده مراه كبيره مسكينه هي مغربيه ايوا داخله هنايا. امينه امينه خالتي الله يحفظك، امين بارك الله فيك خالتي.
مول البنات هانتوما هادو هاد الطون هذا ديال الزيت، كاين ديال الزيت كاين هذا الصغير 4.99 4.99 في هذا، هذه راه الكبيره البنات هذا وهذا الصغير. البنات الفيستاش، الفيستاش ديالي ليه 700 غرام ب 7.99 700 غرام ب 7.99. عرفتش علاش؟ انا حيت جيت على الدخله ديال الباب بلوكيت كاع الناس. هنايا اختي الكوك ديالي ليه 2.29 مول البنات كما كتشوفوا هنايا الكوك راه دايرين ليه 2.29 فيه 700 غرام فيه 700 غرام الكوك اختي الحلويات. عرفتوا دابا راه شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، هادشي راه موجود اختي دابا راه شويه ان شاء الله عاد تولي النص ديال رمضان حتى حاجه ما تبقى. كلشي كيبقى حيت مع رمضان ما كيبقاوش هادشي يعني فهمتوا، مع العيد ان شاء الله مع العيد حنا راه باقي العيد، ولكن كومين الانسان ياخذ شي حاجه قبل. انا خديت اختي الكوكو غندير ليه واحد الكاطو واحد الحلوه هي الزنجلان البنات. صورت لكم المره اللي فاتت الزنجلان عند تريون، عند تريون بالمكازا تريون، وهنايا في اش ماركت دير ليه 2.99 هذا البيض ما كاينش الاحمر هذاك الدوري. هنايا البنات الزيت هذا زيت الزيتون فيه ايطا اورو 7.99 قلت لكم اورو فيه 75 ماشي ما كانش ايطا. البنات شوفوا شنو كنلقى عندهم، كنلقى عندهم هادو زوينين عجبني الشكل ديالهم. شوفوا ما ضربتني هنايا الدجاجه يلا السلام، ها هو الطرف ديال الدجاجه هادشي ضربني هنايا. بون البنات هانتوما الشكل ديالهم زوين خرج من عجبني الشكل ديالهم زوين. شوف كيجيو بحال هكا جوج، ديري فيهم التمر ديري فيهم هكا تقاوت سلو اي حاجه البنات 8 اورو دير ليهم 8 اورو. وهنا الطويجنات ديالهم الا بغيتو هكا الطويجنات ديالهم لقيت شي واحد محلوم نوريه لكم، الطويجنات دير ليهم 2 اورو و50 البنات 2 اورو 50 هذا اختي غنرجع عليهم براسهم ونخليه هنايا، خليه هنايا باش الناس يشوفوها تبقى هكا باش الناس يشوفوها زوينه. وكاينين هادو 5 اورو هذه كتجي غير وحده 5 اورو البنات هادو زوينين ديروا في ماركه اللوز اللوز اي حاجه تشد المكسرات. هنا راه حاطين لكم حتى الاواني، انا باقي ما دخلتش البنات والله مازال ما دخلت ما درت ما شفت شي حاجه ما عرفتش شنو كاين. هنايا البنات الريب جميع الانواع ديال الريب، ريبي ماشي الريب، كاين ديال بيستاش كاين ديال هذا ديال المونك كاين ديال لافوكا البنات كاين ديال الفريز هذا ديال الفراوله بغات كاع تقاد ليا باللغه العربيه الفريز. بون هادو ديال هذا ديال بيستاش كلهم البنات هما اورو 99 اللي كيعجبني عندهم هو الزيت يا اختي اش نقول لكم الزيت يا البنات اورو 29 فريمون راه الثمن ديالو رخيص انا واخا واخده منه في اللي كنجي كندي جوج قرعات البنات اورو 29 الزيت راه الثمن عندهم رخيص البنات انو فنتنف. عندهم هنايا السكر شوفوا البنات ما كنبارطاجش معكم كل شيء يعني باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ولكن راه كل شيء عندهم هنايا في اش ماركت. هذه اختي بارطاجت معكم في المكازا تريونغل راه داير ليها غير 11 اورو وشي حاجه، هنايا داير ليها 14.99 شو راه كانت اون بروموسيون 11 اورو شي حاجه كتبارطاجت معكم. انا من الاحسن يعني كنصحكم على هاد القريعات هادو 9 اورو 29 احسن. هنايا اختي لقيت البطاطا والبصله داير ليها الصاك ب 3 اورو 99 البطاطا والبصله. هنايا الملوي لقيت الملوي البنات المره اللي فاتت ما لقيتوش بصراحه اليوم لقيتو اختي حلال الملوي البنات راه حلال الثمن ديالو اورو 59 انو 59 فيه شحال فيه هادي في 400 غرام في 5 في 5 وهذا المحاجب البنات المحاجب دايري ليه 2.49 النساء العوامل الحوامل اللي مسكينه حامله اونسيت ما تقدرش تطيب اللي مسكينه خدامه الله يحسن العوان لي بيرسون زاجي مساكن ما يقدروش هذا ها هما اختي كلشي موجود. وكاين هذا المسمن مربع شوف البنات اول مره تلقى هذا المسمن هذا مربع هذا مصيب ديال البيت هانتوما شوف البنات المسمن اختي واجد مقاد فيه اربعه المسمنات باورو و 79 والله الا البنات الا زوين لا خمسه فيه خمسه فيه 5 فيه 5 المسمنات فيه 5 المسمنات باورو و 79 البنات انو 79 ما تتقدش اختي طيب الله يحسن العوان ها هو اختي كلشي موجود هنايا نسد هذا اختي راني بردت اختي. مول البنات ها هما اختي الملوي كلشي هنايا عندهم هنايا غادي نفرطاجي معكم لي طوماط اورو و 49 الكيلو البنات عرفتو زوينه جديده انو 49 في الكيلو البنات يعني فريمون الثمن ديالها راه رخيص عرفتو. هاد الجبن هذا زوين البنات هذا
شتو هذا زوين، هذا الجبن هذا عرفتو كيجي زوين، كيجي في البريوات، كيجي في هكا يعني كيجي زوين في البريوات بحال هكا، تخلطوه مع كفته ولا مع اي حاجه. 3 اورو 59 البنات، 3 اورو 59 هذا بحال فرماج بحال الجبن. شوف الناس اللي دير 359 يعني فريمون الثمن ديالو راه رخيص. هانتوما دايرين هادشي ديال الفرماج راه ما غاليش. هنايا دايرين هادو ثاني كاينه ديال البريوات، هاد البنات هكا الورقه ديال البريوات كتجي هكا مثلثه شتو زوينه، اورو 59 داير ليها 1 اورو 59. لقيت هاد لاصومول هادي صراحه اول مره تلقى هاد لاصومول هادي البنات، شكون هي اللي مجرباها؟ هادي غليظه يعني فهمتوا، ماشي 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 رقيقه يعني، اللي بغات هكا لاصومول غليظه على هاد الشكل 5 كيلو دير ليها 5 اورو 99 دير ليها 5.99. شوفوا لي الجديد اللي كنلقى اليوم في اش ماركت، كنلقى هاد الكسكس هذا الماركه ديال اش ماركت من بعد هذا ديال داري، ولا هي بصراحه لا ميور هو هذا ديال داري، ولكن هذا حتى هو لقيته البنات جديد وديال المغرب شو بون ماروك 99 سنتيم دير ليه 99 سنتيم نص كيلو. انا غادي ندي منه هذا نجرب، انا حيت كندي دائما ديال داري ولكن غادي ندي هذا رقيقه البنات الفين هذا الفين، علاش كيعجبني بحال هكا نص كيلو كتحليها بلا ما تبقى بحال هذه كتبقى لك فهمتي يعني خصك ديريها تسديها وهذا، هذا كتحليها زوينه. هنايا البنات غادي نشارك معكم الحريرات ونقول لكم واحد الحاجه، العام كامل وانا كنصور لكم هنا في اش ماركت وما كنلقاهاش، واليوم اختي لقيتها. ها هي اختي الحريره المغربيه 10 ديال الدقائق كتوجد لكم، كتخلطوها البنات ديال ايترو ان ليت، كتخلطوها مع الماء بارد وكتخلطوها مزيان يعني الطريقه ديالتها سهله بالفوي، كتخلطيها بالفوي ايترو ديال الماء. البنات باردون انا دائما كنطيب الحريره ديال الدار وما كاينش محسن من الحريره ديال الدار، ولكن بارفوا كيكون عندي رونديفو كنكون ما مسالياش يا اختي كنشري، ما نكذبش عليكم كنشري هذه وكنديرها يعني كنحس بالحريره وصافي يعني شرط الحريره وصافي يعني فهمتوا، ولكن انا الاغلبيه كنطيبها في الدار. مول البنات اورو 19 انغو 19 كاين الحريره المغربيه وكاينه اختي الشربه، ها هي اختي حلال اورو 19. هنايا البنات الحمص، الحمص صراحه خديته من عندهم المره اللي فاتت زوين 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 هذا تعجبني. فاش كنحطوه بروموسيون راه 2.59 الثمن ديالو. هنايا اللي بغيتو بحال هكا بغيتو ورق سيدنا موسى وهذا الشيء كله ديال الاعشاب عندهم البنات، شتو الاعشاب كاملين عندهم هنايا في اش ماركت، اي عشبه بغيتو كتلقاوها زعما فهمتوا. بالنسبه لهادو هذه الفيرميسيل ديال اللي نام، هذه الفيرميسيل ديال اللي نام حيت انا تنقلب على الفيرميسيل ولكن بغيت هذه بغيت الاخرى بغيت ندير لهم لينام. انا تقديت راه هو الشاريو ديالي تقديت اختي العدس اورو 79 البنات 1.79 في العدس. انا تناخذ هذا المكركب، كاين هذا كيجي شويه مكركب، كاين هذا شويه صغيور وكاين هذا المقعص. هنايا كاين اختي عندهم الحامض المصير وعندهم الزيتون، الزيتون البنات ها هو الزيتون الانواع ديال الزيتون عندهم شتو انواع ديال الزيتون الكحال كاع الانواع عندهم هنايا ديال الزيتون. كاين هادو حتى هاد في الفليبوات كيجي بحال هكا فليبوات الثمن ديالو اورو 99. بالنسبه للعطريه، العطريه راه عندهم البنات العطريه كلها، هذا الملون الملون داير ليه رخيص هنايا 89 سنتيم. انا ما ننصحكمش عليه صراحه، ما كنديروش انايا قليل فين تنديرو في الكسكسو ولا في الرفيسه صافي. هذا البنات هذا يازير غو مارين، غو مارين هذه يازير شو ها هو 59 سنتيم. شوف البنات كلشي عندهم هاد العطريه وهادشي السودانيه حاره سكينجبير، هي السيده كتقلب هنايا سكينجبير كلشي. هنايا غادي نبارطاجي معكم الانواع والاشكال ديال الحوت كونجلي فهمتوا البنات، عندهم حوت كونجلي كاين فهاد الساشيات هادو، كاين السردين كونجلي ها هو دونك الاثمنه ديالتهم راه ما غاليهش شتو. هنايا السردين 2.99 اللي 2.99 فيه قريب كيلو فيه 900 غرام ها هو كونجلي. كاين هذا فيلي هذا البنات 4.99 هذا 3.99 يعني الثمن ديالهم راه ما غاليش. هنايا البنات صافي غادا بحال هادشي لاكاس. بغيت نشارك معكم الحليوات عندهم الحلوى هكا هادشي ديال البقلاوه، هذا بحال كعب الغزال كلشي الحلويات عندهم هنايا. ها هو اختي الشاري ديالي بحكم الله تقديت هاد الناس ما خاصني زعما شي حاجه كثيره. فوالا خواتاتي الغاليات نتمنى الفيديو ديالي ونال الاعجاب ديالكم، ما تقولوش عليا بواحد اللايك
والبارطاج والسلام عليكم. هنايا البنات وصلت لاكيس، قلت لكم سلامه وبغيت نشارك معكم. بالنسبه للحريره ماشي حيت قلتها لكم في التمره، ماشي خديتها زعما حيت ما كنتش حريره ديال الحريره، ولكن باقوا ما كنكونوش مسالين. ها هي السيدات، هي خدات منها جوج، هاد السيده هذه ها هي هي خدات منها جوج، يعني هادو هما المشتريات اللي سبعه بلاصه ديال الميناء، بغيت نديرهم للنباس. هادو هما المشتريات، والسلام عليكم وحفظكم.